أكثر من 5 ملايين عراقي مهددين بالهبوط تحت خط الفقر. الجزائر تهدد باللجوء للتحكيم الدولي، وتحث فرنسا على تحمل مسؤولية تجاربها النووية. في دور أبطال أوروبا، أندية تتجه لحسم التأهل للدور الثاني، وأخرى تخشى الخروج المبكر. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في كل مكان. صباح الخير عليك يا رؤى. صباح النور والسرور. أسباب كثيرة وعلى رأسها أزمة تفشي جائحة كورونا كانت وراء فقدان الآلاف من الوظائف في الوطن العربي، فأصبح كثير من الأسر التي كانت تعيش في مستوى متوسط تندرج الآن تحت مستوى الأسر الفقيرة بسبب العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للعيش. البنك الدولي اليوم يحذر من خطر محتمل خاصة في العراق، وأشار أن هذه الأسباب ستدفع ملايين العراقيين إلى النزول لطبقة من هم دون خط الفقر، داعية الحكومة العراقية إلى إدخال إصلاحات اقتصادية عاجلة. إضافة لذلك رؤى، أعلن المرصد الاقتصادي للعراق عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى أكثر من 31% بسبب انتشار وباء كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط، وأشار المرصد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة لحماية الفئات الهشة في المجتمع العراقي كالعاملين في القطاع الخاص أصحاب القوت اليومي من الانهيار والهبوط تحت مستوى خط الفقر. أكثر من 5 ملايين شخص مهددين بالهبوط تحت مستوى خط الفقر، هكذا تشير دراسة المرصد الاقتصادي للعراق التي أعلنت عن زيادة محتملة لنسبة الفقر في البلد قد تصل إلى 14%، ليصل إجمالي من سيقعون تحت خط الفقر إلى 11.5 مليون. والسبب يعود إلى الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار جائحة كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط. شهدت مؤشرات الفقر في العراق ارتفاعا في معدلاتها بعد دخول البلد في أزمة مزدوجة تمثلت بانتشار جائحة كوفيد 19 وأيضا الأزمة المالية. هذه الأزمة حقيقة تسببت بارتفاع النسبة وفق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى 31.7. ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق لها ارتباط بنواحي الحياة الأخرى، فقد أسهمت بشكل أو بآخر بارتفاع معدلات الانتحار والعنف الأسري والجريمة المنظمة والانتماء إلى الجماعات المتطرفة، إذ يؤكد مراقبون أن عوامل الفقر والتهميش تعد أحد أبرز أسباب توجه الشباب لتلك المنظمات. ربما معدل حالات الانتحار والجريمة المنظمة والعمليات القتل والترويع التي تحصل بين الحين والآخر في مختلف شرائح المجتمع العراقي سببها انخفاض القيمة المالية لدى الكثير من العوائل، مما يدفع الكثير منهم إلى عمليات قتل أو انتحار أو اختطاف، أي يصل إلى مرحلة اليأس من الحياة. وتعاني فئة وشرائح عدة في المجتمع العراقي من تدني المستوى المعيشي منذ انتشار جائحة كورونا وما رافقها من تجديد في إجراءات الوقاية كإعلان الحظر وإغلاق العديد من الأماكن العامة والخاصة، والتي تسبب بدورها بفقدان مئات الآلاف من المواطنين لأعمالهم وعدم القدرة على العودة إليها مرة أخرى. أيضا حدد مكتب رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان أن اليوم الثلاثاء سيتم تقديم إحاطة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول التقرير الأخير للأمين العام بشأن يونامي وآخر التطورات في العراق، لكن السؤال يعني هل ستحمل هذه الإحاطة أي حلول أو أي توصيات؟ فعلا لين، يعني هذا الوضع صار يحتاج إلى حلول سريعة. خلينا هنا كما إحنا شوية نتكلم عن بعض الأرقام التي أصدرها تقرير البنك الدولي بشأن الأوضاع المعيشية في العراق. يقول تقرير البنك الدولي إن عدد الفقراء السابق في العراق كان يقترب من 10 ملايين فقير، ووفقا للبنك فإن التقديرات تشير أن هذه الأرقام تزداد على المدى القصير بنسبة من 7 إلى 14%، وهذا يعني أن ما بين 5 ملايين إلى 7 ملايين عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الأزمة المزدوجة، أي بحدود 15 مليون فقير في مجمل سكان العراق البالغ عددهم وفق آخر إحصائيات حوالي
38 مليون نسمة. ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة النهرين دكتور ستار البياتي، مرحبا بك معنا. يعني كما ذكرنا سابقا الممثل أهلا فيك، الممثل الخاص بلاس خارت يعني ستقدم إحاطتها حول العراق إلى مجلس الأمن اليوم، لكن يعني ما هو المتوقع من هذا الموضوع وهل سيكون هناك أي توصيات فعلية اقتصادية؟ نعم، شكرا جزيلا، صباح الخير عليكم صباح. وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة موضوع الفقر هذا موضوع ليس بجديد، هو مشكلة اجتماعية اقتصادية يعاني منها الاقتصاد والمجتمع العراقي ليس الآن وإنما من سنوات، ولكن تفاقمت بفعل الظروف والأزمات اللي مر بها العراق، وأخيرا أكيد هذه الأزمة المزدوجة بالنسبة المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. قبل 2014 حقيقة وزارة التخطيط كانوا قد أعدوا استراتيجية الحد من الفقر، لم يقولوا القضاء على الفقر لأن هذه مشكلة ليس من السهولة القضاء عليها وهي موجودة في كل المجتمعات، ولذلك كانت الاستراتيجية في الحقيقة هي الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وفعلا استطاعت هذه الاستراتيجية التي كانت من 2010 إلى 2014 أن تخفض معدل الفقر في العراق من 23 إلى 17%، ولكن عام 2014 مثل ما تعرفون دخول داعش إلى العراق وسيطرته تقريبا على ثلث مساحة العراق فاقم المشكلة بشكل كبير على أثر موجات النزوح والتهجير القسري التي حصلت في العراق. الآن بفعل جائحة كورونا أيضا تأثر أغلب الناس من ذوي من الكسبة ومن ذوي الأعمال الحرة، عندما نقول في يعني القطاع الخاص هي فعلا هناك أزمة مزدوجة دكتور، يعني وجود الحروب ودخول داعش وأيضا أزمة كورونا، ولكن كيف تقرأ الأرقام؟ يعني من بين 5 إلى 7 مليون عراقي سيضافون إلى يعني طبقة الفقراء، مع العلم أنه العراق هي بالأساس تتمتع بمصادر للنفط والكثير من الموارد. نعم، لذلك نقول احنا دائما الاقتصاديين المشكلة ليست في الموارد او الإيرادات العامة، العراق بلد غني ولكن المشكلة في إدارة الملف المالي او سوء إدارة الملف المالي، علاوة على الفساد المالي والإداري الذي يتميز به الاقتصاد والمجتمع العراقي. الآن عندما نتحدث عن تقرير البنك الدولي وعن الإحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية، على ما يبدو ان البنك الدولي حتى في إحصاءاته ربما كان متفائلا او متوازنا، لكن وزارة التخطيط تقول انه نسبة الفقر في العراق اليوم او معدل الفقر وصل الى 31%. يعني ومعنى هذا انت تتحدث او هنالك ايضا مراقبون يتحدثون انه ربما سوء الإدارة هي يعني ما اوصلت العراق الى ما هو عليه الان، لكن عمر حكومة الكاظمي هي فعليا اصغر من عمر كورونا، يعني هل نستطيع تحميل كل هذه النتائج للحكومة؟ لا ابدا، انا لا اتحدث عن حكومه السيد الكاظمي لانه حديثه العهد الحقيقه ولم يمضي عليها فتره طويله، انا اتحدث عن موضوع متراكم عقب يعني الحكومات المتعاقبه ربما جميعها تتحمل المسؤوليه. اين كانت الحكومه عندما كان هناك فائض في ايرادات النفط؟ لماذا لم يعمد الى الاخذ براي الاقتصاديين لاستحداث صندوق ثروه سياديه وتمويله من الفوائض النفطيه؟ كان هناك فوائض نفطيه وبرميل نفط وصل الى سعره الى اكثر من 100 دولار. لكن اليوم نعرف احنا هذه المشكله وهذه الازمه، ولذلك الذين يتضررون من هذه الازمه هم الحقيقه الذين يعملون في القطاع غير الرسمي او غير النظامي، ليس فقط القطاع الخاص، لان القطاع الخاص قد يكون جزء منه قطاع نظامي هو حاله حال القطاع الحكومي، ولكن القطاع غير الرسمي او غير المنظم من ذوي الاعمال البسيطه او الكسبه او الاعمال الحره هم من يعانون من هذه المشكله التي صارت اليوم تتفاقم، يعني بالاضافه الى العوامل السابقه النزوح والفساد، اليوم الحقيقه جائحه كورونا القت بظلالها ليس فقط على العراق وانما على جميع الدول. على العالم ما يقوم به مثلا الان
نعم الآن ما تقوم به مثلا الأمم المتحدة أو البنك الدولي، يعني حتى الآن جنابك الكريم احنا لدينا تجربة ليست جيدة مع المنظمات الدولية، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذه منظمات دولية اليوم تفرض وصفات جاهزة تتعلق بتخفيض الدعم وتقليل الإنفاق وإجراء مجموعة من الإصلاحات اللي قد تكون الهيكلية والبنيوية. لم تجرى في العراق في الحقيقة إصلاحات حقيقية اقتصادية حقيقية بحيث تنعكس على الاقتصاد. طب هناك حلول محتملة يعني الموازنة القادمة والدائقة اقتصادية والكثير من النقد وخلافات سياسية مع الإقليم، يعني برأيك كيف أو أين يكمن الحل؟ والله يكمن الحال في يعني إعادة أواصر أو أسس الثقة بين الطرفين، بين المركز والإقليم، وأدعو إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين، لأن أكو حقوق وأكو واجبات على كلا الطرفين، بحيث لا يخل المركز بالتزامات اتجاه الإقليم ولا الإقليم اتجاه المركز. سبقا جرى الاتفاق على تسليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا تباع مثلا من الإقليم إلى المركز. المركز يقول أن الإقليم لم يسلم هذه الإيرادات، كذلك لم تسلم إيرادات المنافذ الحدودية. فبما أن هذه المفروض إيرادات سيادية تدخل خزينة وزارة المالية وهذا لم يحصل كما يقول المركز، والإقليم أيضا لديه حجج ربما ومبررات معينة، أعتقد عن قريب الأيام القادمة سيشهد ربما تحريك لهذا الملف، على اعتبار أنه سوف يأتي وفد من إقليم كردستان للتباحث حول هذه المسائل. فأعتقد مزيدا من الثقة ومزيدا من التفاهمات يمكن أن نصل إلى حلول إيجابية جميل. لكل الطرفين لخدمة الاقتصاد والمجتمع العراقي. جميل. نعم. أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا الصباح، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة النهرين الدكتور ستار البياتي، شكرا جزيلا لك. الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا لما تؤثر فقط على العراق، في المغرب أيضا معاناة من نوع مختلف، النساء خسرن عملهن وأصبحن خارج سوق العمل. كنا يشتغلن لتوفير العيش الكريم ويساهمن في التنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسببت في إيقاف عدد كبير منهن عن العمل. حسنية واحدة من نساء كثر خسرن أعمالهن، كانت تمتهن الخياطة والتطريز لأكثر من 20 سنة، الآن تعاني ضيقا ماديا خانقا بعد توقفها عن العمل منذ شهر مارس الماضي. هاد الأزمة تاع كورونا حنا وقفنا، ما كنديرو حتى شي حاجة، دابا حابسين من الخدمة من الخياطة، ما استفدنا لا من الدعم، ما استفدنا لا من داك الدعم اللي عطانا سيدنا، ما استفدتش منه، دفعت الراميد ودفعت هيكل ديال الهيكل، قال لي الطلب تاعك مرفوض. معاناة النساء العاطلات عن العمل بسبب أزمة كورونا تتفاقم، لكنهن يحاولن البحث عن حلول للتخفيف من معاناتهن. إلى يومنا هذا فعجلة الحياة بالنسبة للصانعة التقليدية راهي بصفة عامة وبشمولية ديالها راها واقفة. كنتمنى من سيدي ربي يرفع علينا هذا الوباء، لأن للأسف ما لقيناش الأبواب مفتوحة ولا الصدور مفتوحة. بيانات المندوبية السامية للتخطيط تقول إن ما يزيد عن 200 ألف امرأة مغربية خرجن من سوق العمل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا، وضع أضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. جائحة كورونا تسببت في أضرار اقتصادية جمة للاقتصاد المغربي، وبالتالي فأرباب العمل يضطرون إلى تسريح عدد من العمال لضمان استمرار توازنات يعني المقاولات والشركات. كورونا تؤزم وضعية المرأة المغربية في سوق العمل، ولا تزال تلقي بظلالها القاتمة مع استمرار انتشارها، مضاعفات انعكست على استقرار بعض الأسر.
تكثر المشاكل داخل الأسرة وداخل العائلة المغربية، ونحن نعرف بأن كثير هذه الوضعية أيضا تسببت في الكثير من حالات الطلاق، من حالات العنف داخل الأسرة، من حالات الكثير من الأمور التي لم تكن تخطر على بال في الحياة أثناء الحياة العادية. الوضعية الهشة للأسر التي تعيلها المرأة زادت سوءا بعد توقف الكثير منهن عن العمل، ورغم المساعدة التي حصلت عليها بعض الأسر من صندوق تدبير الجائحة والتي تراوحت ما بين 80 و120 دولارا. تداعيات كورونا لم تستثني أحد، والأزمة مستمرة في انتظار إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، لعلها تنقذ حياة الكثيرين وتحمي الصحة العامة وتعيد الحياة للمجتمع والاقتصاد. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط. نبقى في موضوع كورونا وتأثير الأسواق والاستثمار، فكثيرة هي الأسئلة حول تأثير الإدارة الأمريكية على هذه الأسواق وكورونا. وجديد الانتخابات الأمريكية هو أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه فريقه ومديرة إدارة الخدمات العامة بالبدء بإجراءات أو الإجراءات العملية الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن. أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسميا فوز جو بايدن بالانتخابات، مؤكدة أنها تسمح بالبدء بالعملية الانتقالية. قال ترامب في تغريدة: أود أن أشكر إيميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت إيميلي للمضايقات والتهديد والإساءة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها ولموظفيها في إدارة الخدمات العامة. أضاف: قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة، وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا أوصي بأن تقوم إيميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته. إذن هذه كانت تغريدات الرئيس دونالد ترامب، فكثيرة هي الأسئلة عن تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام في الفترة القادمة. فعلا لين، يعني ليس الانتخابات فقط هي اللي ما تؤثر على الاقتصاد، وإن كان إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه راح ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق، ولكن الإعلان عن قرب إنتاج لقاح فعال أيضا له تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية وأيضا أسعار العملات والذهب وحتى على النفط. أما عربيا فهناك حاليا شعور بالطمأنينة يخيم على أسواق المال وأيضا الأعمال التي تبحث عن فرص جديدة للاستثمار وجلب الأموال مجددة طبعا للمنطقة أو مجددا عفوا للمنطقة العربية، وهو يعني ما يعني تقريبا ما هو يفرض حاليا على عالم المال وأيضا عالم الأعمال حالة من الترقب خاصة في صفوف كبار المستثمرين. يعني دعنا نستعرض يعني أغلب ما سيتجه إليه المستثمرون في جميع أنحاء العالم لإجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية حسب دراسة جديدة لاستطلاع توجهات المستثمرين، والتي أعدتها مجموعة UBS الرائدة عالميا في مجال إدارة الثروات. بداية، بحسب الدراسة فإن ما نسبته 72% من المستثمرين يدرسون تحويل حيازاتهم، فيما يخطط 62% لإجراء تغييرات إضافية على محافظهم، بينما يفكر نحو 66% في تخصيص الاستثمارات لقطاع الرعاية الصحية خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يفكر 62% في الاستثمار بشبكات الجيل الخامس، في حين ما نسبته 56% يفكرون في الاستثمار في مجال التعافي الذي يحافظ على البيئة، بينما يرى 55% أن بلادهم الأم تعد بيئات جاذبة للاستثمار، وهو الاختيار الأكثر شيوعا على مستوى العالم. أيضا أعرب 49% عن رغبتهم في تحقيق عوائد إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما يتطلع 30% من المستثمرين إلى تقليل مستوى المخاطر في محافظهم.
استقبلت أسواق المال والأعمال إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بمؤشرة إيجابية، لكن ماذا تعني هذه النتيجة بالنسبة لأسواق الأسهم والصرف والطاقة والتجارة العالمية والأسواق الناشئة؟ على الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يساهم فوز بايدن في تسريع التحفيز الاقتصادي الذي تحتاجه الأسواق المالية بقوة في هذه الفترة التي تتراجع فيها القوة الشرائية بسبب الضائقة المالية التي تعيشها الأسر الأمريكية وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بعد أزمة كورونا. أما على الصعيد الدولي، فهناك تفاؤل كبير بأن عزلة أمريكا قد شارفت على الانتهاء، وأن واشنطن ستعود مرة أخرى للعب دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي. وكالة بلومبرغ كشفت أن فوز بايدن سيخفف التوتر التجاري مع الصين، وسيدعم دور منظمة التجارة العالمية وفعاليتها في تسيير تنظيم العلاقة بين الدول. أما أسواق الصرف، فيبدو أن توقعات الخبراء كانت صحيحة حول استفادة عملات الأسواق الناشئة من خسارة ترامب التي أسفرت عن تراجع لصرف الدولار، في حين سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة مع الاستعداد لبدء المرحلة الانتقالية للسياسة الأمريكية، ناهيك عن التوقعات الإيجابية حول اكتشاف لقاح كورونا. كما شهدت أسواق المعدن الأصفر هزات عدة في الأسبوعين الأخيرين، حيث انخفض سعر أونصة الذهب لما دون 1900 دولار نظرا لاستقرار الأسواق التي شجعت المستثمرين على التداول. ورغم انتعاشة الأسواق والجو الإيجابي الذي ساد في الأيام الماضية عالم الاقتصاد، يخشى المستثمرون من تأثير الطعن في نتائج الانتخابات على الأسواق مجددا، سيما إذا ما اكتسبت دعاوى ترامب القضائية زخما إعلاميا. فهل تحدث هزة في أسعار الأصول والمواد الخام، وهو ما ينذر بمستقبل مجهول؟ بما أنه الاقتصاد هو الشغل الشاغل لكل دول العالم، فدعت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي اختتمت في المملكة العربية السعودية لتكثيف الجهود للأزمة لدعم الاقتصاد العالمي الذي يشهد تعافيا بطيئا وأيضا متفاوت من منطقة إلى أخرى بسبب التداعيات المستمرة للوباء، والتي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تجاوزت قيمتها 14 تريليون دولار. وأشارت دول المجموعة إلى أنها ضخت حتى الآن إلى الآن 11 تريليون دولار في النظام الاقتصادي العالمي للحد من الآثار السلبية لهذا الوباء ودعم الشركات لحمايتها من الإفلاس والحفاظ أيضا على الوظائف وخفض معدلات الفقر. صحيح رؤى، يعني تعافي بطيء ومتفاوت كما ذكرت، لكن دعينا نستمع إلى أهل الاختصاص. ينضم إلينا من دبي المحلل والخبير المالي الاقتصادي عبد العظيم الأموي. مرحبا بك معنا أستاذ عبد العظيم. يعني أبدأ معك بعد يعني ما استعرضته رؤى، يعني كيف سيؤثر إعلان الرئيس ترامب وبدء العملية الانتقالية على الأسواق اليوم؟ نعم، صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. هي خطوة يعني مطمئنة في اتجاه تعزيز الثقة، وأن الأسواق ربما الآن تبدأ تحسب أو تشطب مسألة الأزمة الدستورية بشأن نقل السلطة، وبالتالي أنا أتوقع أنه يعني تصريحات ترامب وبدء الترتيبات لنقل السلطة في البيت الأبيض هي إيجابية، لأن الأسواق أيضا جزء من الأنسرتنتي والتذبذب كانت هي تسعر أن هنالك أزمة دستورية طويلة ربما تعرقل عملية نقل السلطة الى 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 بايدن، وهذا الان اصبح مستبعد. الاسواق الان تبدا بعمليه تسعير السياسات الاقتصاديه للاداره الامريكيه الجديده وتاثيرها على الاسواق وعلى الاقتصاد وعلى عمليات التحفيز واسعار الاصول وغيرها. بالتالي اتوقع الان احنا انتقلنا من مرحله يعني عدم الانسرتينتي وحاله عدم اليقين الى تسعير تاثير هذه السياسات الاقتصاديه على الأسواق وعلى الأصول. الأسواق بدأت الآن مثلا بالأمس رشحت تعيينات أن السيدة جانيت يلين ربما تأتي وزيرة للخزانة، فهذه كلها تبدأ الأسواق إلى مرحلة جديدة وإيجابية. يعني هناك إيجابية تجاه الأسواق الاستثمار، لكن يعني دعنا نتحدث عن الحدث الأخير هو قمة العشرين اللي كانت برئاسة السعودية. يعني هل نجحت، دعني أستخدم تعبير يعني تضميد جراح الاقتصاد العالمي، وكيف تصف جهودها في دعم الاقتصادات المتهالكة جراء وباء كورونا؟ نعم، طبعا مجموعة العشرين حدث مهم. أنا أتناول هذا الأمر بثلاثة جوانب. الجانب الأول هو موضوع جائحة كورونا سيطرت بدرجة كبيرة على فعاليات القمة، وأتوقع أنه يعني القمة أحدثت نجاح في هذا الجانب، أنها وضعت آلية للتعامل مع الأوبئة.
الجانب الثاني هي موضوع معالجة الديون. أيضا القمة اقترحت أن يتم تأجيل أو تجميد هذه الديون للدول الفقيرة حتى منتصف 2021. الجانب الثالث الذي نجحت فيه القمة أيضا أتوقع أنه دراسة تأثير الاقتصاد الكربوني والانبعاثات الكربونية. بالتالي أنا أتوقع أنه القمة يعني هي انعقدت في ظروف بالغة التعقيد وأحرزت نتائج جيدة من وجهة نظري. وبالتالي أتوقع أنه يعني هي يعني بحثت بكثير من الرسائل التطمينية أن الاقتصاد أو الاقتصادات الكبرى العشرين الآن هي مستعدة وأبدت استعدادها إلى تسهيل المشاكل اللوجستية التي قد ترافق عملية أستاذ عبد العظيم. لقاحات. نعم. يعني اللافت هنا إنه الأرقام معظمها تتسم بالإيجابية في أسواق المال والأعمال. يعني هل فعلا جاءت نتائج اللقاح في صالحها؟ هذه نقطة مهمة جدا. الأرقام الاقتصادية إذا أخذناها مثلا بالأمس كانت هنالك أرقام إيجابية من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السنتمنت الإيجابية التي تغيرت هي بفعل اللقاحات، لأنه إحنا الآن إذا أخذنا مثلا الآن لدينا فايزر وموديرنا وأكسترازينيكا أمس أكسترازينيكا، هذه كلها يعني تجعل أن هنالك ضوءا في نهاية النفق. إذا أضفنا إلى هذا العامل نتائج أداء الاقتصادات في الفصل الثالث، الفصل الثالث أتى النتائج كانت إيجابية لمعظم الاقتصادات حول العالم، وسبب هذا الأمر أنه تم تخفيف هذه القيود. فبالتالي لدينا نتائج إيجابية من المؤشرات الاقتصادية، أيضا بشارات إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا، وأيضا عودة الاقتصادات مرة أخرى إلى العمل. فبالتالي أتوقع أنه الآن نحن نختتم هذا العام بكثير من الإيجابيات التي ربما تكون هي أرضية للعام القادم. يعني هل ذلك يعني أنه نأخذ هذه الإيجابية بجدية ويعني نتجه إلى أسواق الذهب؟ يعني هناك بعض الخبراء يدعمون هذا الاستثمار ويعني البعض الآخر يتخوف منه. نعم، موضوع الذهب كما ذكرت أيضا في التقرير، الأسبوعين الماضيتين شهدنا تراجعات كبيرة في أسعار الذهب، وهذه التراجعات أيضا هي تعكس لنا هذه الحالة الإيجابية التي ذكرتها. ولكن بشأن الاستثمار أنا أتوقع أنه الآن الأسعار الحالية بس مثلا بالأمس الذهب كسر مستوى فني مهم جدا وهو 1850. المستويات الحالية للذهب هي الأدنى في 4 أشهر، تجعل أن الفرصة للذين يريدوا أن يبنوا مراكز في الذهب الآن الأسعار أفضل مما كانت عليه من قبل مثلا شهرين. بالتالي أتوقع أنه الاتجاهات المستقبلية للذهب الآن ستكون إيجابية خلال فترة القادمة. نعم. طيب أستاذ عبد العظيم، هذا على صعيد الذهب، يعني ما هو المتوقع تجاه أسواق النفط وسط كل هذه التقلبات وتأثيرها المباشر على الاقتصادات العربية، خاصة أنه هنالك قرب لاجتماع أوبك؟ نعم، النفط أيضا كما هو واضح أنه استفاد أيضا من وسجل مستويات مرتفعة. هذا أيضا يعني مدفوع بعاملين. العامل الأول أن هنالك سياسات جديدة أعلن عنها بايدن في الحملة الانتخابية تدعم أسعار النفط، وأيضا هنالك البيانات الاقتصادية التي ذكرتها تحديدا البي إم آي. البي إم آي هي مؤشرات يعني مدراء المشتريات إيجابية، وهذه تدعم أن ربما الطلب يعود مرة أخرى. وبالتالي أتوقع أنه أسعار النفط يعني هنالك كثير من العوامل الإيجابية. العامل السلبي الوحيد الذي يمكن أن تتخوف منه أسعار النفط هو أن إذا الإدارة الأمريكية الجديدة يعني بدأت تقترب من إيران سوف يدفع بالمعروض بزيادة المعروض في الأسواق. وبالتالي أتوقع أنه العوامل إيجابية وسلبية بالنسبة للنفط، ولكن الإيجابية هي أكثر. وبالتالي أتوقع ارتفاع أسعار النفط. طيب أستاذ عبد العظيم، في ظل الحديث عن خسارة قدرت بتريليونات، يعني هل ترى انتعاش اقتصادية مع نهاية العام والتي قد تنعكس على أسعار يعني أسواق السلع في الأسواق؟ نعم، هو طبعا من المبكر أننا يمكن أن نقول أن هنالك انتعاش اقتصادية. ربما يكون هنالك تعافي قليل من الفصل الأول والفصل الثاني، فنحتاج إلى بعض الوقت. ولا ننسى أيضا أنه موضوع اللقاح أيضا سوف تكون هنالك بعض العقبات التي يعني تعترض الجانب اللوجستي والتوزيع. فبالتالي أتوقع أنه نحتاج بعض الوقت، يعني يمكن أن ننهي العام على بعض الإشارات الإيجابية، ويمكن أن نقول أنه النصف الثاني من 2021 إذا استمرت هذه العوامل الإيجابية في التأثير
يمكن أن نتنبأ أن هنالك يعني ريكفري أو انتعاش ربما يكون، لا أتوقع أنه يمكن أن يأتي قبل النصف الأول من 2021. يعني نتمنى ذلك. يعني شكرا لوجودك معنا المحلل والخبير المالي والاقتصادي عبد العظيم الأموي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد قليل نتابع. الجزائر تهدد باللجوء للتحكيم الدولي وتحث فرنسا على تحمل مسؤولية تجاربها النووية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هددت الجزائر باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع أرشيفها المنهوب خلال فترة الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة وامتد من العام 1830 وحتى العام 1962 بسبب ما وصفته بالتباطؤ الفرنسي في تلبية مطالبها. صحيح رؤى، في هذه الفترة بالتحديد أجرت باريس بين الفترة الممتدة من 1960 إلى 1966 أكثر من 57 تجربة نووية في الجنوب الجزائري، كما يعني تقدرها دراسة فرنسية بنحو 210 تجارب، يعني فاق عدد ضحاياها 42 ألف جزائري وفق وزارة المجاهدين الجزائريين ومنظمات حقوقية فرنسية. اليوم لين تسعى الجزائر لإلزام فرنسا بمسؤوليتها اتجاه المتضررين من تلك التجارب، إضافة إلى مشكلة استرجاع الأرشيف الذي لم تعيده باريس للجزائر. وكان قد تم الاتفاق على تعيين لجنة خاصة مكلفة باسترجاع الأرشيف والذاكرة الوطنية. هو أحد آلاف ضحايا بقايا التفجيرات الذرية والنووية خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر. فأثناء أدائه الخدمة الوطنية في عام 91 في منطقة ركان جنوب الجزائر، لم يكن محمد يعلم أن إشعاعات البلوتونيوم قد تصيبه بأمراض بعد 40 عاما من تفجيرة فرنسا في الصحراء الجزائرية في ستينيات القرن الماضي. نحس بانتفاخات على الأطراف تاع الجسم تاعي، وما نحس كي نلمس أي شيء، ما نحس بالإحساس في الأعصاب تاعي. وهذا المرض راهم يعانوا منه 112 ضحية من أصل 872 ملف. وأجرت فرنسا 57 تفجيرا ذريا ونوويا وتجارب بمنطقتي ركان وإينكر في الصحراء الجزائرية، تسببت وفق إحصاءات أهلية في أكثر من 60 ألف جزائري بين قتيل ومصاب بأمراض سرطانية مختلفة. هو يقدر خبراء أن التشوهات الجينية قد تنتقل ل 22 جيلا. كاين مثلا التشوهات الخلقية للآن ربما النسبة الوطنية هي 2%، نسبة الإجهاض كبيرة جدا بالنسبة للشمال. هناك كذلك أنواع السرطانات، ومنها هذه السرطانات سرطان الغدة. ويرى خبراء الهندسة النووية في الجزائر أن رفض فرنسا تسليم الأرشيف لا سيما الخاص بالتفجيرات وخرائط تجاربها يحملها مسؤولية أكبر، خاصة وأن قوة التفجيرات السطحية لمجموع ثماني تجارب تجاوزت 230 كيلو طن، وتأثيراتها الصحية والبيئية لا تحصى. ولو كل شخص موجود على 700 كيلومتر من نقطة التفجير فهو معني بالإسقاطات الإشعاعية. عندما تفتح الأرشيف راح نكتشف أشياء اللي مش في صالح فرنسا، هذه من ناحية. من ناحية أخرى عندما تعترف عليها تعوض، والتعويض فيه جانبين، فيه تعويض البيئة يعني تنظيف كل هذه المناطق آلاف الهكتارات من البلوتونيوم وكل هذه المواد المشعة، وكذلك تعويض الأشخاص. حقوقيون يرافعون اليوم لتجريم فرنسا وتقديم تعويضات، لا سيما أن قانون مورون الفرنسي أقر تعويضات للعسكريين الفرنسيين ومواطنين من مناطق بولينيزيا الفرنسية، في حين تتنصل باريس من مسؤوليتها تجاه ضحايا جرائمها من الجزائريين. لازم أولا الاعتراف بتاع الجريمة ضد الإنسانية، بعدها نوصلوا لبنود
الاتفاقية الدولية تاع 17 جويلية 1998 اللي تقول باللي هذه الجريمة لا تتقدم. اليربوع الأزرق هي تسمية أول تفجير دري أجرته فرنسا بيرغان جنوب الجزائر في فبراير عام 60. تستمر التفجيرات والتجارب 5 سنوات بعد استقلال الجزائر، وتبقى هذه المأساة من الملفات العالقة والشائكة في علاقة الجزائر بباريس. أمام ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات النووية إبان الحقبة الفرنسية بالجنوب الجزائري، خبراء وهيئات حقوقية تشدد على ضرورة اعتراف فرنسا بمسؤوليتها وتعويض الضحايا والتكفل بهم وبكل الأضرار والآثار البيئية التي خلفت هذه التفجيرات بالمنطقة. محمد جراد، الحرة، الجزائر. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الدكتور محمد الحسن الزغيدي، أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور. السؤال الذي يطرح نفسه هنا في البداية، لماذا تهتم الجزائر باستعادة هذا الأرشيف الآن، ومتى ستتم الاستعانة بالتحكيم الدولي أو حتى عرض القضية على الهيئات القضائية؟ أولا تحياتي لكل مشاهدي القناة الحرة، وأشكرها لاهتمامها بهذا الجانب المهم من تاريخ الجزائر الذي هو شرف كبير للأمة العربية وللإنسانية جمعاء. الحقيقة أن اهتمام الجزائري بتاريخه وبذاكرته هو جزء من شخصيته ومن هويته ومن آناه ومن وجوده، لأن القضية الذاكرة تمس كل الفئات الشعب الجزائري وأفراده، لأن المقاومة الجزائرية عبر يعني عبر 132 سنة مست كل جهات الوطن الجزائري ومست كل أفراد الشعب الجزائري. وفيما يتعلق بالملف هذا الأخير وهو ملف التفجيرات النووية، هذا الملف الذي حاولت فرنسا التستر عليه لأنه يحملها جرائم كبيرة، كما سبقني المتدخلون في الشريط الذي قدمتموه مشكورين. فعلا لا يوجد أي فرد سواء جزائري أو فرنسي اشتغل في منطقة الحمودية برقان أو في منطقة إينيكر بالأهجار، كل هؤلاء من فرنسيين وجزائريين مستهم هذه الإشعاعات ومات معظمهم جراء هذه الإشعاعات. ناهيك على أن في منطقة الحمودية ورقان بصفة عامة استعمل سكان تلك المنطقة كفئران تجارب، وبالتالي عانت تلك المنطقة منذ 13 فبراير 1960 إلى يومنا هذا، وهي تعاني إنسانا وأرضا ونباتا وحيوانا ومياه جوفية، كلها تعاني من هذا. كذلك ما كشفته الوثيقة التي أصدرت من يعني وزارة الدفاع الفرنسية في 2014 عن التفجير الأول اليربوع الأزرق، أنها مست حتى يعني جنوب أوروبا ومعظم بلدان القارة الإفريقية. طيب يعني دكتور، يعني إذا كانت كل هذه الأمور حدثت، يعني وفي المقابل يعني إذا كان هناك مماطلة فرنسية أو حتى خشية من تسليم يعني أوراق الأرشيف هذه، برأيك طالما أنه طبعا التاريخ قد سجل كل هذه الأحداث اللي ذكرتها، كيف راح يعني تتصرف فرنسا، وليش هي قاعدة تماطل طالما أنه في وقائع؟ أولا أن فرنسا تخاف من التاريخ، تخاف من التاريخ من محاسبة الأجيال لها، لأنها صورت نفسها على أنها رسول حضارة ومبعث للأمم وتطويرها، ولم تصور حقيقة فرنسا المجرمة الإبادية للبشرية في مناطق احتلالها، خاصة في الجزائر التي ذهب أكثر من 10 مليون ضحية سياساتها الاستعمارية.
ولذلك ستحاسبها هذه الأجيال. من جهة أخرى أنها تتهرب من مسؤوليتها إزاء الإنسانية جمعاء والعالم عامة والجزائريين بصفة خاصة، لأن عملية الاعتراف ستلزمها بشيئين أساسيين. أولا هو عملية التطهير التي تنصلت منها، ففرنسا تنصلت حتى من التطهير في مجال الألغام المضادة للأفراد والتي تبناها الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 63. كذلك أن عملية تطهير هذه المناطق التي تعد بآلاف الكيلومترات لأن الإشعاع النووي في اليربوع الأزرق وصل إلى غاية غات بليبيا، وصل إلى غاية غات بليبيا شرقا، وأنا أشرت إلى الخريطة التي أصدرتها وزارة الدفاع الفرنسية في 2014 والتي بيّنت المساحة الملوثة التي تضم عدة دول مجاورة للجزائر بما فيها حتى جنوب يعني أوروبا. ولهذا ففرنسا طالب دوليا بتنظيف كل هذه المناطق التي تسببت في تلويتها. ثانيا أن فرنسا مطالبة بالتعويض. أولا التعويض نوعين، التعويض في الجانب الصحي أولا، وهي أنها لم تقم أي مستشفى لعلاج كل الذين أصيبوا في هذه المناطق بالإشعاع النووي وتركتهم للطبيعة يموتون جراء تلك الإشعاعات، وما زالت أجيال أخرى تنتظر الموت نتيجة هذه الإشعاعات. طيب دكتور، يعني بعد مرور كل هالسنوات، يعني السؤال هل يمكن أن يعني تطلب أو تطالب الجزائر بتلك التعويضات سواء بالمستشفيات أو حتى التعويضات المالية ولو كانت متأخرة عن الدمار اللي سببته هذه التجارب على الناس وعلى البيئة؟ أولا أن المجتمع المدني الجزائري خاصة الجمعيات التي تبنت هذا الجانب وعلى رأسها جمعية مشعل الشهيد لم تصمت يوما واحدا ولم تصمت في أي مناسبة أقيمت عن المطالبة بأولا التعويض أولا الاعتراف أولا بارتكاب الجرم، ثم أيضا يعني طلب الاعتذار من الشعب الجزائري على ما اقترفته فرنسا الاستعمارية. ثالثا التعويض بالأضرار الجسدية والأضرار النفسية والأضرار المادية، على لأن كل التعويضات المادية التي تقدمها فرنسا لا تفي حق روح واحدة، لأن الروح الواحدة هي أغلى من شكرا. كل شكرا لك مداخلتك معنا، أعتذر منك لضيق الوقت. كنت معنا دكتور محمد لحسن زغيدي أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ملفنا الرياضي، إذ تتجه أنظار عشاق كرة القدم الثلاثاء والأربعاء إلى العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية التي تستضيف مواجهات مهمة وقوية لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا، وتستضيف مانشستر يونايتد نظيره إسطنبول باشاك شهير، وهو اللقاء الآخر يستضيف ليفربول أتلانتا لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني، ويطمح بايرن ميونخ لإكمال مسيرته المميزة في البطولة حينما يواجه ريد بول سالزبورغ، فيما يأمل برشلونة بالعودة بنتيجة إيجابية بأرضية ميادين خصمه دينامو كييف. يعني وبالحديث عن دوري الأبطال، كشف موقع ترانسفير ماركت الشهير قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية مع أعرق البطولات الأوروبية، دعونا نتعرف عليها. We'll be right back.
نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا المحلل الرياضي محمد حرب. مرحبا بك معنا كابتن محمد. يعني قبل الحديث عن الجولة الجديدة من دوري الأبطال، يعني دعنا يعني نستطلع ما تقييمك لأسعار اللاعبين في البطولة، وكيف ساهمت كورونا بتخفيض قيمتهم بشكل كبير؟ صباح الخير. بالنسبة لأسعار اللاعبين، هي وصلت لمرحلة من قبل كورونا إلى أسعار مبالغ بها، وكرة القدم في العموم كانت العملة الوحيدة التي لن تتأثر بأي انهيار اقتصادي أو أي طفرة في أي مجال. جاءت كورونا لتكون السبب الأول والوحيد منذ مدة لتغيير هذه المعادلة والتأثير على كل شيء، لأن الفرق نفسها دخلت في خسائر مادية كبيرة حسب التقارير المالية لهذا العام. وبالنسبة لأسعار اللاعبين والمبالغة بها، كانت جائحة كورونا أحد العوامل التي ساهمت في تجميد أو تخفيض الأسعار بسبب الخسائر الاقتصادية التي ترتبت على الفرق، وهذا كان محتاجا في كرة القدم، لأن كرة القدم كما قلت لم تتأثر بأي عامل اقتصادي، وكان هناك مبالغة كبيرة وصعود عالي في الأسعار، وكنا بحاجة إلى شيء ليهدئ من هذا التصاعد أو التسارع في الأسعار المبالغة بها. يعني كابتن محمد، أيضا اللافت بالتقرير اللي استعرضنا فيه أنه هناك غياب للاعبي أمريكا الجنوبية وهناك سيطرة مطلقة للاعبي أوروبا، يعني إيش سبب هذا الموضوع؟ صحيح. بالنسبة للاعبي أمريكا الجنوبية، كان هناك مثل تصاعد بعدد اللاعبين الذين ينتقلون بعمر صغير وبأسعار خيالية إلى الفرق الأوروبية، وفي هذا الموضوع تحديدا توقفت الفرق الأوروبية عن هذا النظام، لأن معظم هذه المواهب تكون ليست على قدر الطموحات وبأسعار مبالغ بها. ومع جائحة كورونا تم اللجوء إلى الأكاديميات وإلى اللاعبين المتواجدين أصلاً في أوروبا بسبب منشأهم، بسبب جائحة كورونا، عدم قدرتهم على السفر وغيرها. يعني كابتن محمد، يعني خلينا عشان نضيق الوقت أيضا نتحدث عن مباريات دور الأبطال. يعني هوية الأندية التي تقترب من خطف صدارة مجموعاتها وبالتالي التأهل لدور الـ16 من أبطال أوروبا. عندنا بايرن ميونخ طبعا في أول مجموعة، عندنا مانشستر سيتي وبورتو في المجموعة الثالثة، ليفربول أجاكس المجموعة الرابعة، تشيلسي سيفيا في المجموعة اللي هي إي، عندنا في برشلونة وجوفنتوس طبعا في مجموعاتهم، ومانشستر يونايتد ولايبزيغ. الحوار القائم أو من سيتأهل من مجموعة دورتموند ولاتزيو وزينت، هذه المجموعة النارية، والمجموعة الأصعب وحاليا وهي المواجهة لكل الأنظار موجهة عليها هي مجموعة ريال مدريد وإنتر ميلان، لأن بروسيا مونشنغلادباخ الألماني هو من يتصدر بفارق نقطة عن ريال مدريد، ومواجهة ريال مدريد وإنتر ميلانو الإيطالي ستحدد بشكل كبير مصير الإنتر ومركز ريال مدريد، لأنه في حال خسارة إنتر ميلان تقريبا سيبتعد عن التأهل حتى للدور المقبل. طب بنقدر نحكي انه الخشيه من الحلول في المركز الثاني رح تدفع الفرق القويه بالزج بتشكيلاتها الاساسيه رغم الغيابات الكبيره في صفوفها بسبب المصابين بكورونا؟ ممكن لحد ما يكون هذا الكلام يعني صحيح، لكن في كل الأحوال علمنا دوري أبطال أوروبا أن المركز الثاني أو المركز الأول لم يعودا بنفس الأهمية في اللعب أو في مواجهة الكبار، ليس هناك بكبير حاليا في أوروبا جميعا، بغض النظر عن ممكن بايرن ميونخ، لكنه أفضل السيئين إذا أحببنا أن نقول. بالنسبة للتأهل من المركز الثاني أو المركز الأول الأمر سيء إلا في المردود الاقتصادي بسبب الجوائز المالية التي يعطيها الاتحاد الأوروبي لمن يتأهل في المركز الأول أو المركز الثاني أو حسب مجموع النقاط، لكن المركز الثاني مثل المركز الأول بس حاليا. كابتن محمد، يعني عم نشوف أنه في نتائج مفاجئة بدور المجموعات، يعني هل غيرت موازين كورونا أو كورونا يعني غيرت موازين القوى أوروبياً؟
ممكن أن نعطي هذا السبب لكورونا أو جائحة كوفيد 19 أو كورونا، لكن بكل أمانة هي الترتيبات الدوريات المحلية، حيث الدوري الألماني مثلا انطلق مبكرا لنهاية الموسم الماضي، الدوري الإسباني تم لمرحلة أكثر، وكذلك الدوري الإيطالي. كل هذا غير في استعدادات الفرق وعدم استعدادها لخوض مباريات مستمرة. يعني كابتن محمد، يبدو أن كورونا غيرت كل المعايير العالمية. نعتذر منك، الوقت انتهى، ونشكر وجودك معنا المحلل الرياضي محمد حرب، شكرا جزيلا لك. وصلنا بهذا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. في أمان الله. والآن وقفة مع أهم جاء في حلقة اليوم. عام 2014 مثل ما تعرفون دخول داعش إلى العراق وسيطرته تقريبا على ثلث مساحة العراق، فاقم المشكلة بشكل كبير على أثر موجات النزوح والتهجير القسري التي حصلت في العراق. لدينا نتائج إيجابية من المؤشرات الاقتصادية، أيضا مشارات إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا، وأيضا عودة الاقتصادات مرة أخرى إلى العمل. وبالتالي أتوقع أنه الآن نحن نختتم هذا العام بكثير من الإيجابيات التي ربما تكون هي أرضية للعام القادم. لا يوجد أي فرد سواء جزائري أو فرنسي اشتغل في منطقة الحمودية برقان أو في منطقة إينيكر بالأهجار، كل هؤلاء من فرنسيين وجزائريين مستهم هذه الإشعاعات ومات معظمهم جراء هذه الإشعاعات.